أبو إبراهيم يسأل عن تفسير قول الله تعالى والفجر وليالٍ عشر، يقول ما المقصود بالليالي العشر؟ إبراهيم أبو إبراهيم بارك الله فيك بالنسبة لقول الله تعالى والفجر وليالٍ عشر اختلف أهل العلم من أهل التفسير في الليالي العشر ما هي؟ ففريق من أهل العلم قالوا بأن الليالي العشر هنا المقصود فيها العشر الأول من ذي الحجة العشر الأول من ذي الحجة، وهذا مروي عن ابن عباس وعن جمع من أهل العلم من أهل التفسير. والقول الثاني قالوا الليالي العشر هنا ليالي رمضان ليالي العشر الاخير من رمضان ويعني المسأله فيها خلاف وليس فيها اجماع والذي يظهر والله تعالى اعلم رجحان القول الاول والفجر وليال عشر يعني عشر ذي الحجه هذا عشر ذي الحجه هذا الذي يظهر والله تعالى اعلم وتسميتها بالليالي لا يضر تسميتها بالليالي لا يضر فان اذا اطلق الليل فيدخل فيه النهار ولذلك يسمى اليوم كاملا بالليل او بالليله او كما هو يعني جاري على قواعد لغه العرب